تواصل الدولة جهودها الدؤوبة لدعم ذوي الهمم باعتبارهم شركاء أساسيين في نسيج الوطن وفاعلين في مجال التنمية المختلفة. ومن هذا المنطلق يشارك 104 عارضين من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022 الذي يقام في 9 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي. يأتي ذلك في إطار مساهمة لجهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس السيسي من خلال عرض منتجات ل15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم.